طيب ايه اللي جاي؟ وقفنا قدام معلومه بصراحه انا هقولها لكم وتصوروها معايا، لان انا يعني عايزه اعرف ايه طريقه الربط بيها، ليه علاقه باطبائنا اولادنا الشباب. لما بنتكلم عن الاطباء الشباب والاقي خبر منشور ان في ان شاء الله هنقيم بورشه او ندوه بتتكلم عن عدد ساعات العمل اللي المفترض الاطباء يعملوها علشان تحافظ على حالتهم الصحيه سواء بدنيا او نفسيا، وان الموضوع يبقى مرفق فيه احصائيه بتقول ان عدد الاطباء اللي بيتوفوا شهريا في مصر من الشباب بعيدا عن الامراض المفترض يعني وبعيدا عن الكورونا تحديدا وفق ما نشر، شهريا بيتوفى عندنا 2 طبيب في عز شبابهم. يا ترى دي اسبابها ان العمل زياده؟ وعلى فكره الدراسه اللي متقدمه او الارقام اللي منشوره معاها بيتكلموا على ان في طبيبين كل شهر في سنه 2022، يعني احنا لو جمعناهم بقوا 24 حاله وفاه في السنه، دي كارثه. مقابل ده 3 وفيات سجلتهم كلهم للاطباء الشباب 2018، 11 وفاه 2019 لكل السنه، 7 وفيات 2020، 10 وفيات 2021. طب ايه اللي حصل في 2022 خلانا نقول ان عدد الوفيات بين الاطباء الشباب بقى اعلى كده لدرجه اكتر من الضعف؟ ده هنسال فيه، مش بس هنسال عن الورشه اللي بيحضروا لها دلوقتي وايه الرابط. معانا عبر زوم الدكتور احمد حسين، عضو مجلس نقابه الاطباء. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور احمد، الحقيقه احنا توقفنا قدام الارقام وقدام الندوه اللي حضراتكم بتخططوها او الورشه، عايزين نعرف هل في رابط بين عدد ساعات العمل اللي بيعملها الاطباء وبتاثر على صحتهم النفسيه والجسديه وبين ارتفاع عدد الوفيات بين شباب الاطباء؟ اكيد طبعا يا فندم في رابط، ورابط مهم جدا. بس خلينا اقول لحضرتك برضو ان الاحصائيه اللي احنا نشرناها دي زي ما قلنا هي ما توصل او ما استطعنا احنا في نقابه الاطباء رصده، لكن هي بكل التقدير هي احصائيه اقل من الواقع، لان احنا اللي بيوصل لنا برضو في نقابه الاطباء مش كل الوفيات. اللي رصدناه 18 وفاه لحد دلوقتي في 2022 من شباب الاطباء خارج كورونا على مدار ال9 شهور اللي فاتت، منها يعني اعداد بتبقى في اطار زمني قليل. يعني طب مسجله تحت اسباب ايه يا دكتور؟ هو ما فيش اسباب ظاهريه، يعني في ناس اتوفت اثناء تاديه العمل سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص، وفي يعني وفاه وحيده في اسكندريه دكتوره اثناء حادثه سير، لكن اغلب الوفيات كانت اثناء تاديه الوظيفه. طب وهل تشكل خطر للدرجه دي ارتفاع عدد ساعات العمل صحيا على الطبيب؟ ايه هو المناسب الطبيعي اللي شغال بيه العالم واللي احنا هنا في مصر بنطبقه فعشان كده قررتوا تعملوا ندوه شبه كده؟ هقول لحضرتك، يعني الجمعيه الطبيه البريطانيه عملت دراسه على الاطباء خارج مصر طبعا، يعني في بريطانيا، قالت ان زياده ساعات العمل والمداومه الليليه والساعات الطويله في العمل خلت الاطباء عرضة للانتحار والإدمان والطلاق بنسبة 30% زيادة عن المجتمع العادي، وتزايد خطر إصابتهم بأمراض قرحة المعدة والسمنة والسرطان. ونفس الجمعية في 2018 عملت دراسة على 4300 طبيب، قالت ان 27% من الأطباء دول محل الدراسة مصابون بمشكلات نفسية. ده الطبيب بره. خارج مصر في الدول الأوروبية اللي هو يطبق مرفه يعني بالقياس بالطبيب في مصر، بالقياس طبعا بالطبيب في مصر. فأنا عايز أقول لحضرتك إن المهنة دي أعبائها الطبيعية تمام هي عبء وبتسبب مشكلات للفريق الطبي والعاملين بيه سواء أطباء أو تمريض أكتر من أي فئة تانية، فما بالنا لما تكون الحياة في مصر صعبة وبيئة العمل يعني على أحسن تقدير نقول اللي هي ليست جيدة، لكن يعني لو الحقيقة هنقول إن هي متدنية تماما بالنسبة لأجور، بالنسبة لطبيعة الضغوط الاجتماعية والضغوط النفسية اللي على الأطباء، عدم توفير إمكانيات داخل المستشفيات سواء حقيقة إمكانيات المرضى، لأن ده برضو
الأطباء في خط المواجهة الأول مع المريض لو ما فيش دكتور إمكانيات احمد، احنا داخل. حضراتكم ربطتوا ده بهجره الاطباء، بعتذر للمقاطعه، واحنا ناقشنا ده هنا اكتر من مره، والمعاناه اللي بيعانيها الطبيب المصري، فبالتالي اصبحت ببيئه طارده لاولادنا دول لانها مش بتوفر لهم الامكانيات. سؤال اخير في عجاله لو ممكن في دقيقه، هتطرحوا حلول في هذه الورشه علشان نرفع المعاناه دي عن الاطباء ونحاول نحل المشكله، ولا الورشه دي بس تعريفيه تثقيفيه؟ لا يا فندم، ده تعريفيه وتثقيفيه، عشان كده احنا قلنا لازم الجهات المعنيه تشارك معانا وهندعيها. احنا في ساعات عمل اضطراريه بيمارسها الطبيب سواء داخل المستشفيات الجامعيه او المستشفيات تابعه لوزاره الصحه، وبيئه يعني مضغوط نتيجه يا اما اجور متدنيه يا اما طبيعه الشغل زي المستشفيات الجامعيه، في عدد ساعات معينه الحقيقه الطب والجسم البني ادم بيقدر يستحملها، ما بيقدرش يستحمل اكتر من كده. في ساعات بينيه لازم بين تسليم العمل والعمل، وده كله مرتبط الحقيقه برضو ارتباط وثيق بالاجور. انا مش هقدر صحيح. اقول للدكتور اشتغل 12 ساعه في اليوم وهو بياخد في ال 12 ساعه دي 45 جنيه، اكيد هيبقى عبث وهزل ان انا اقول له ما صحيح، تلتزم بالعمل 12 وساعتها ساعه هيلجأ مقابل. لانه يدور على اي اشغال اخرى حتى لو زود عدد ساعات العمل. دكتور احمد، حضرتك قلت انتوا وجهتوا الدعوه للجهات المعنيه وان الجهات الخاصه بالحكوميه انها تشارك في ده، واحنا هنا في حديث القاهره هنتابع مع حضراتكم ده لانه موضوع غايه في الاهميه، حياه اطبائنا وشباب اطبائنا بشكل خاص كمان غاليه علينا جدا. هنكون معاكم سواء بالكاميرا او حتى بالمتابعه بعدها. بنشكرك جدا يا دكتور احمد على كل المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا. دكتور احمد حسين، عضو مجلس نقابه الاطباء، شكرا جزيلا.